معلومات بتخلينا نوقف ونعيد التفكير بأكثر الأشياء يلي منستخدمها حالياً. الكمامة اليوم نافست أرقام البورصة في نسب المبيعات وارتفاع الأسعار. أهمية الكمامة وفعاليتها: لفترات طويلة اقتصر ارتداء الكمامة الطبية على غرف العمليات، والهدف هو حماية المريض الذي يخضع لجراحة من الإصابة بعدوى في حال سعال أو عطس أحد الأطباء أو طاقم التمريض أثناء الجراحة. طريقة وقائية فعالة تمنع انتشار رذاذ السعال، لكن بشروط، من أهمها تغيير الكمامة بانتظام والمتعارف عليه في غرف العمليات، عادة تغيير الكمامة كل ساعتين. وفي حال ارتداء الكمامات في الحياة اليومية فإنها تقي من يرتديها من العدوى، ولكن على نطاق ضيق جدا، فالفيروسات تخترق الجسم عادة عبر الفم أو العين أو الجروح المفتوحة. أما الدور الأهم في انتقال العدوى تلعبه اليد. النصيحة الأهم هنا من الخبراء تتمثل في عدم حك العين أو حتى الأنف.